قليل قليل من القوية بدون قصد يعني مثل ما بيقولوا. أنا من قناة السماي اللي اشتقت لها كتير أنا شخصيا. مرحبا، نحن اليوم بكواليس فيلم فيك أب للمخرج أحمد إبراهيم أحمد. الفيلم الأول من نوعه من إنتاج القطاع الخاص بسوريا. نحن هون لحتى نحطكم بأجواء التصوير ونسمع شو حيحكولنا صناع العمل عنه. الفيلم من العنوان دلالة له واضحة. الأستاذ أيمن زيدان أخذ شخصية سالم وعنده شركة مكياجات، وبعدين بياخذ شركة وكالة لشركة مكياجات إيطالية عربية. عنده ثلاث نسوان، ثلاث نساء اللي هنن نظلي ورواد وميرنا. سبب تعدد هذه الزوجات انه هو ما بيجيب أولاد، فمنشوف الصراع بينه وبينهم والصراع بين زوجاته مشان يحافظوا عليه. والفيلم مثل ما حكينا هو من نوع الفاني لايت، بتدور احداث فيه يعني بتلامس الناس بتلامس العائلة، اضافة للخط الفاني الموجود فيه في خط انساني وجداني بينتقل فيه عوالم سالم من بيته وصراعه مع نسوانه الى دار العجزة اللي هو برعاه، وهو عنده ظرف أدى لأنه يرعى صار معه. جوانب يعني أنا بظن يعني تحمل من القيمة الإنسانية إضافة للقيمة خلينا نقول أو الترفيهية الموجودة بالفيلم. هاي المرة عم بعمل شيء مختلف تماما عن الشغل اللي اشتغلته من قبل، يعني كشخصيات في شيء هيك لايت أكثر، في شيء خفيف أكثر، قريب للعالم شوي، أهدى من التفاصيل اللي بكون عم باخدها بالعادة وهي هيك عصبية شريرة. هاي المرة لا، رايحة شوي بشيء خلينا نقول طبعا ما في مجال ما يكون في هيك القليل من القوية بدون قصد يعني مثل ما بيقولوا، بس بالعموم في شيء لايت وفي شيء جديد علي، يعني ما بعرف ان شاء الله العالم تتقبله، يعني ما بعرف فايتة بعتقد ريسك، يعني ايه بالنسبة لي هو ريسك، فان شاء الله ان شاء الله. أنا موجودة ضيفة كتير كتير حلوة وصغيرة، وبس مضطرين إنه أنا أعمل الدور لأنه ما بيتبقى علي بعمري وبشكلي. تواجده بالفيلم هو شخصية كتير صغيرة، ضيف شراب في دار الراحة. هي الدار اللي فيها شرائح اجتماعية أو إنسانية بالأحرى مختلفة، بيجمع عامل واحد هو العامل الإنساني اللي جمع كل هدول الناس في هاي الدار. والفيلم ما نو بعيد نهائيا عن هذه الدار، لأنه ما بدي أحكي عن الفيلم أنا، لأنه في هذه الدار صحيح قد تكون هي كالوكيشن وما كتير له مساحة بالفيلم، بس هو حدا بطل أساسي بالفيلم للعامل الإنساني الموجود بالشرائح الاجتماعية الموجودة. هي مشاركة أنا بعتبرها يعني على الكاميرا أو بالفيلم هي مشاركة صغيرة كتير الحقيقة، بس أنا حبيتها ما في شك. أول شيء هو الفيلم يعني إن شاء الله يا رب بينجح وكل أسرة العمل بينجحوا بينبسطوا فيه هيك، يعني لايت هيك لايت كوميدي، في شغلات حلوة، في تاتشات لذيذة. المحور الخاص بزيارة لبيت العجزة يعني أو زيارة الفيلم يعني كمان مهمة أنا بعتبرها الحقيقة، لأنه هدول الناس اللي عايشين هون قليل نحن منعرف كيف عايشين بعد ما بيبلغوا من العمر يعني مراحل متأخرة. فالفيلم هذا جزء من الفيلم بيضوي على هدول الكبار بالعمر، يعني مثل ما أنا شايف أنا عاملة مكياج ويعني جاهزة لشخصية حدا من المسنين يلي عايشين بدار العجزة.
فأنا لما أجيت قال بدك تجي تسجل أغنية. مجرد أجيت سجلت الأغنية عرفت أنه هذا فيلم إنساني بحت، فيلم إنساني بحت. ولا سيما لما بيكون بطله أيمن زيدان معه الزميلات ربسون، وصار نحن لازم نساوي هالسينما هي. يعني نحن بمؤسسة العامة للسينما دائما عم ناخذ السيرة الذاتية، السيرة الذاتية اللي حضرتك المخرج بتعمل لي قصة حياتك أنت وخالتك ومرحمك والثاني والثالث والرابع. ما يعني ما بلامس الناس. أنا بفيلم فيك أب مع مجموعة من النجوم، أستاذ أيمن ومدام نازلي وميرنا شلفون وأنا ومجموعة عبير شمس الدين وضيوف على الفيلم. شخصيتي شخصية عبير، هي الزوجة الثالثة لسالم. طبعا سالم شخص بيبحث عن طفل، عن ولد، فلهذا سبب تعدد الزوجات تبعه. أنا عم أدي دور الزوجة الثالثة البرونزية ضمن هيك قالب اجتماعي لايت خفيف بقلب البيت. طبعا هو فيلم ذو محتوى وفكرة، مو فقط هو كوميديا أو اجتماعي أو بيحكي عن تعدد الزوجات، لا أبدا، هو فكرته أهم من هيك بكتير. شخصيتي هي شخصية فادية، هي مديرة دار المسنين، هي ضيفة طبعا بالفيلم. بس هلأ هو كفيلم ما يعتبر في ضيوف وفي أساسيين، يعتبر أنا حبيت كوني مشاركة بهذا الفيلم لأنه أول شيء بسوريا بيصير هذا النوع من أنواع السينما الأفلام. حبيت كون أني مشاركة بأول فيلم بهذا النوع. النص كتير حلو، خفيف، كوميدي الخفيف، بعيدا عن الأزمة والأحداث والقصص، حتى بعيدا عن المشاكل الاجتماعية. يعني في طرح لمشكلة اجتماعية بتنحل بطريقة كتير سلسة وخفيفة. هلأ هو أهم شيء استثنائي ممكن يكون بحياة الممثل هي دائما الخطوة الأولى، فهو الفيلم هو الخطوة الأولى لي سينمائيا. فأكيد رح أكون سعيد، عم حقق حلم أني أنا أوقف مع الأستاذ والعراب والكبير شيخ الكار الأستاذ أيمن زيدان بإدارة الأستاذ أحمد إبراهيم أحمد، نوجه لهم تحية إضافة للأبطال الموجودين. فهي أكيد تجربة بالنسبة لي بتعني لي وبتشحني إيجابيا على المستوى المي